كل الانبوتس ده بيحسب الكومبلكستي عن اي مبدا انبوت
بما فيها best works. لكن الworks والbest هما special inputs. special case الخليج اشتغل worst و special الخليج اشتغل best. فانت بتدور على الاناليسيز العام بتاع الالجوريثم مش ان هو عند special. فده دايما التارجت بتاعنا بس ساعات بيبقى صعب. فهي ما بيبقى صعب بنرجع بقى ان احنا نحسب الايه؟ الورست والالبست. ابقى عارف حدود الالجوريثم بيشتغل في رينج منين. ما في زي جايدنج كاتس بس كده في الاناليسيز. لو انت مش عارف الكيس فبتختار الورست. لو انت مش عارف مثلا ايه في ستيت مش عارف يعني هخش ولا لا. هتخش في انهي كونديشن. لو انت مش عارف هتختار ايه الاسهل. ودايما في التارجت لارج انبوت يعني الالجوريثم بيهمك اما الانبوت يبقى كبير. وبالتالي بما انك التارجت ده يبقى الدوميننت فاكتور يكفيك ان انت تحكم على الالجوريثم او الهول بروجرام. بس شفنا بعد كده الفروقات مع البروجرام دي فعلا بتفرق مع اللارج انبوت. ده زي كده تست المحاضرة النهاردة. لو قلنا عايزين نانلايز الكود ده بالرولز بتاعت المحاضرة الأسبوع اللي فات دي ستيتمنت اوفر اول ده كونديشن الكونديشن بتاع 1 للبادي 1 فبادي اوفر اول اللي هو عدد الاتريشنز فور باي 1 صح؟ الباقي فور باي 1 تفاضل عدد الاتريشنز كده؟ كام هنا؟ يعني شوف فعلا ان ده هي ماشيه لحد ان بس الان ده هي مش دايما بتزيد بواحد او الكونديشن مش بتشيك على الار بتشيك على الاي سكوير عشان دي هنشوفها ان شاء الله ان هي مش تطلع ان لو قلت ان ده هيبقى سمير على ما قلت لك اوفر استيميت ممتاز ممتاز برافو ده بنسميه اوفر استيميت ده موضوع مخطط للماتش مش ورست كيس مش ورست كيس ايه الفرق؟ الاوفر استيميت اسوء من الورست كيس ممتاز الورست كيس برافو هي كيس بتحصل ممتاز كيس بتحصل زي ما انا بقول اما الاوفر استيميت الاسم بتوفر استيميت حاجه يعني بتقول حاجه زياده عن زيادة عن طيب وبالنسبة للصف ده هل ده يعتبر سيكونس؟ هو ده هيبقى اوردر تو فانكشن لا اوردر تو فانكشن انا بنادي على فانكشن صح؟ طب بس الفكرة بقى ان انهي فانكشن انا بنادي عليها؟ ريكيرسف اللي انا بحسبها اصلا فهنا ده مختلف عن اللي انت بتقول ان دي فانكشن ثانية لو كانت فانكشن ثانية كنت هروح اجيب الاوردر انا هحطه لكن هنا بنادي على نفس الفانكشن هي نفسها بالظبط فهنا بقى دي الفكره بتاعت الريكيرجن ان الاناليسيس على الريكيرجن مش هقدر الرولز بتاعت الاسبوع ده فهنشوف النهارده ده هدف الفرص النهارده طبعا زي ما قلت الكومبلكسيتي بتاعت الكود ده مش هتعرف تسميها هو انا ممكن اقلل الكومبلكسيتي ان انا ريتيرن ستيتمنت بدل ما ادعي على الفانكشن مرتين الفانكشن نفسها اقول مثلا باور 2 او حاجه بدل ما ادعي على ممتاز هنا انت بتدعي على الفانكشن مرتين ممتاز ما يكفي ان انت تعمل ايه؟ مره واحده كده نادي مره واحده نادي مره واحده وعينها سكوير روت هي سكوير روت في بونص هنا طيب عشان انت النهارده هنشوف ديفرنت لوكيشنز على حاجه اسمها اسيمتوتيك اناليسيز اللي هي بتنسى يعني ايه وليها ثلاثه لوكيشنز او اوميجا وثيتا و هنشوف الاناليسيس المستمر لحضرتك هنسمع الريكيرسيف كود في بس ملاحظه سريعه كده ان الريكيرجن كتير في اجزاء الكورس بتعتمد على الريكيرجن فانت لو حابب تفتكر او تريكاب الريكيرجن في شورت فيديو هنا بيريكاب كده على الريكيرجن ممكن تبص عليه حوالي 20 دقيقه ممكن تبقى تبص عليه لو عايز تفتكر الريكيرجن وبيمشي ازاي هنشوف ازاي نانلايز الكريسيف كود انا مكتوب مختلف هنشوف طريقه في حسابه نسميها المصدر في الاخر ازاي نحاول نحل كل محاضره دايما بتلاقوا في شيء مسائل على المحاضره دي اهداف المحاضره اللي اتكلمنا عنها ودي ريفرنسز من
ايه asymptotic analysis او asymptotic mutations؟ كلمه asymptotic analysis معناها انت بتنلايز الكود عند لوجيك، بتحسب الكومبلكسيتي عند لوجيك، وبما انك بتتارجت لوجيك يبقى يكفيك تاخد مين؟ الاوردر، تاخد اكبر فاكتور، مش فكره الورث، تاخد اكبر فاكتور، اكبر فاكتور في الكومبلكسيتي، هو ده اللي هو عندك اللي هو سميناه احنا الاسبوع اللي فات الاوردر. الفكره ان الاوردر ده عشان تعبر عنه قدامك واحده من ثلاث طرق عشان تعبر بيها عن الاوردر ده، يا اما بتقبل باوند الاوردر ده، يعني بتقول ان هو عمره ما هيعدي الرقم ده او الفاليو دي عشان نسميه قبل باوند اللي هي الاو، او بتقول ان هو عمره ما يقل عن الليمت ده او عن الفاكتور ده اللي بنسميه اوميجا اللي هو الرقم، او بتجيب الاكزاكت بتاعه يعني بتجيبه بالظبط قيمه تعبر عنه بالظبط، ده اللي بنسميه اثنت. يبقى يا اما اجيب ابر باوند او لور باوند او اجيبه بالظبط، انت طبعا بتدور على ايه؟ على بالظبط، بدور على الاكزاكت، ده اوبشن واحد. لو ليه في الاثنين التانيين؟ بالظبط، لان احيانا في حاجات يا اما صعب ان انت تجيب الاكزاكت او يبقى اصلا ما ينفعش تجيب لها اكزاكت، في بروبلمز ما ينفعش اصلا تجيب لها اكزاكت، وهي ما ينفعش تجيب لها اكزاكت، فساعتها بتضطر تروح تجيب ابر ولور وتقول ان هي كده. خلاص بقى من حاجه من فكره مهمه، احنا الاسبوع اللي فات اتكلمنا على الكيس بتاع الشغل، كيس بتاع الالجوريزم لازم ورث وبس واكسبكتد، صح؟ دي دول كيسز ممكن تحصل للالجوريزم بناء على شكل الانبوت، بس كيسز بتحصل سواء الورث وبس سبيشال كيسز او الاكسبكتد عند اي نمبر. ايه الفرق بين دول ودول؟ بين دول ودول؟ الفكره هي ان كل واحد من دول سواء الورس او البس او الاكسبكت انت عايز تحسبه، عايز تجيب له اوردر، مش كده؟ عايز تعبر عنه الاوردر باعتبار ان انت التارجت لارجن، انت عايز تحسب الورس هتحسبه عند لارجن، عايز تحسب البس هتحسبه عند لارجن، كل حاجه هتحسبها عند لارجن. اما تيجي تحسبها عند لارج انبوت هتجيب الاوردر ده ازاي؟ هتجيبه ازاي؟ يا اما تجيبه بالظبط ده اللي سميناه تيتا، يا اما تجيب الاوردر بالظبط يا اما مش عارف تجيبه بالظبط، فهتجيب ابر دي ولو الكلام ده لمين؟ لكل اوردر ايا بقى كان انت بتحسب لمين؟ يعني انت بتحسب الورث فانت عايز تجيب بالظبط، عايز تجيبها بالظبط، ما عرفتش تجيب الورست بالظبط تجيب ابر ولور، يبقى اسمه ابر ولور لمين؟ للورست، وهكذا عايز تجيب البيست تجيبها بالظبط ما عرفتش، فهي الفكره. فده كده يعني دول غير دول، ما ينفعش يكون من ابر هو الورست، لا دول حاجه بتعبر عن الكومبلكسيتي، ودي كيس بتحصل فعلا كل كيس منها تقدر تجيب اكزاكت او ابر او وبالتالي على الكود ده الفور لوب دي لو احنا قلنا ان هي بتلف من واحد لتاني لو احنا قلنا ان هي بتلف من واحد لتاني ما عملتش كونسيدر دي الكونديشن ده ساعتها تقول ان هي اوفر على الاتريشنز ان في الباقي بتاعنا في الاوردر ده. ان بقى اللي انت جبته ده ده بالظبط ده اسمه ايه؟ ده اوفر اسم ده مش حقيقي. لان الحقيقي فعلا اقل او اكتر من ده؟ اقل. لان انت بتتشيك على مين؟ على اي سكوير مش ار. انت بتتشيك على ان اي سكوير وصلت ان مش الاي هي اللي وصلت ان. يبقى كده بتقول ان ده ان هو ما خلاش ان هو
كويس ايه؟ اقل من كده. يبقى الجد اللي انت بتقول ده ده اسمه ايه؟ اوفر اسبكت. اوفر اسبكت. فده اللي اتقال عليه ساعتها اوفر اسبكت. صح؟ يعني طبعا مش عايزه ده احسن من تجيب مين؟ اسبكت. فستاي تيون هنجيب الاكزاكت كمان شويه. ايه بقى تعريف البرودكت الاو الابر باوند؟ بقول على فانكشن اف اوف ان ان الابر باوند بتاعها شيء في ان يعني كده اف اوف ان البيج او بتاعتها جي اوف ان بيحدها من فوق جي اوف ان لو كانت الجي اوف ان اكبر من او تساوي اف اوف ان مش تقول ان جي اوف ان هي ابر من اف اوف ان يعني ايه ابر؟ يعني اكبر منها اكبر منها بتساويها صح؟ يبقى جي اوف ان اكبر منها بتساوي اف اوف ان ده تعريف الابر خلاص بس تعريف الابر في نقطتين هيدن اولا يقول لك مش لازم الجي اوف ان هي اللي تكون ابر هي اللي تكون اكبر لو ضربتها في كونست سي سي ده كونست وبقت اكبر منها ايه بقت اكبر من اف اوف ان برضه يتقال عليها ان هي ايه؟ ابر باوند يبقى مش شرط تكون هي هي نفسها الاكبر لو هي ضربتها الجي ضربتها في كونست وبقت اكبر يتقال برضه عليها ايه؟ ابر باوند ده النقطه الاولى النقطه الثانيه زي ما واضح في الرسم هل شرط اكبر منها على طول الخط؟ لا ما تنساش ان احنا بنتكلم على ايه؟ اسيمتوتيك يعني لارج انبوت فانت بيهمك اما الانبوت يبقى كبير فانت بتقول ان هي اكبر من اف اوف ان مش شرط من اول ان بواحد او ان بصفر لا ممكن لكل ان اكبر من او تساوي ان نوت ان نوت ده كونستانت ايه يعني من بعد النقطة دي هي دايما أكبر قبلها مش شرط مش مهم ده من بعد نقطة معينة حجم انبوت معين بقت هي دايما أكبر من التانية برضه يتقال عليها إيه؟ أبر 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 مفهومة؟ يبقى بقول على حاجة أبر أبر حاجة بالتعريف إن هي أكبر منها بس في نقطتين أكبر منها مش شرط تكون هي اللي أكبر منها، ممكن تكون مضروبة في كونسنت، مش لازم تكون كونسنت طبعًا، ومش شرط تكون على طول الخط، لا ممكن من بعد إيه؟ من بعد الأكبر حجم إنبوت معين اللي هو سميناه إن إنبوت، تعالى ناخد أمثلة، هل 2 إن سكوير زائد 10 ينفع أقول عليها إن هي بيحدها من فوق إن سكوير؟ ما هو ده خط الديفينيشن الديفينيشن بيقول ان ان سكوير تكون اكبر من ده 2 ان سكوير زائد 10 ممكن هو التعريف خلي بالك مش بيقول ان دي هي الاكبر ولا ضربتها في كورس وبقت اكبر يبقى برضه عليها اكبر فانت لو انت سايبها هي لوحدها من غير كورس هي طبعا مش لان دي ميد ان سكوير ودي ان سكوير بس هو التعريف مش بيقول لك ان لازم تكون هي اللي اكبر هي لكن لو ضربتها في كونستنت وبقت اكبر كده برضه عليها ايه الكونستنت اللي احنا كنا فيه يبقى يخليها اكبر؟ ثلاثه اربعه اي رقم اكبر منها؟ اثنين ايه الاثنين؟ هيخليها تكبر فانت لو ضربتها ثلاثه اهو بقت هي فعلا ايه؟ اكبر من 2 ان سكوير بلس 10 بس هل اكبر من طول الخط؟ أكبر من أول كام؟ ثلاثة أو أربعة، يعني هي عدد ثلاثة أو أربعة، هي طبعاً قلت ثلاثة وكسر، بس طبعاً ده حجم ينبض فما فيش أصول. مش مشكلة، المهم إن هي أكبر من إف أوف إن من بعد رقم معين وهتفضل أكبر، عمرها ما هترجع تقل تاني، فيتقال عليها إيه؟ ان الريليشن دي صح لا ايه هو مكتوب كل الفرنس بتوع السين كام؟ السين بثلاثة والان نوت مرة ممتاز
بالظبط. انت كده كده بتتجاهل الفرص وبتختار نفسك. بس الفكره اكبر فايده ده معادله عن الكومبلكسيتي دي. طب اصلا الكومبلكس اللي انت جايبها اصلا المعادله اللي انت بتختار فيها اكبر فايده، هل دي كانت اصلا في الاساس اوفر استيميت ولا انت جايبها بالظبط ولا جايبها اوفر استيميت؟ كده كده انت بتجيب اوردر. هو طبعا ده السيناريو اللي هو لو انت جبت راديو طيب وبعدين اخترت الاوردر. بس احنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات مش معنى ده ان الاسهل اجيب الاوردر مباشره بالرولز اللي اتعلمتها الصبح. فهي نقطه وانت بتجيب الاوردر ده هل جبته بالظبط؟ بس عايز ده اكزاكت ولا جبتهم اوفر استيميت الفانكشن؟ يبقى ده ازاي نستخدم الموضوع ده في الاناليسيس. لكن هنا احنا بس بنركز بنشوف التعريف بتاعه اصلا. يعني ايه تعريف الاوردر او الاوردر ان هو بيقول لك لو ضربته في كورسات، يعني لو رجعت تاني مش هتحصل اختار كورسات كورس، ولكن لو رجعت ضربته في كورس هل هو بقى معبر عن الفانكشن الحاليه بالظبط ولا اوردر ولا؟ طب سؤال في المثال ده هل هو كويس واحد بس بيحقق؟ لا، اي رقم ممكن تلاته، ممكن اضرب في سبعه. لو ضربت في سبعه استمر الاضرار وساعتها ليه نور ده؟ حضرتك تبقى ليه نور باتنين والكورس بتاع السي كام؟ بسبعه. فاذا هو ممكن يكون في ست اوف بوسيبل فاليوز للسي والان نور. انت فاهم عايز ايه؟ ذير از اكزيست يعني واحد. يعني لو في كورس واحد خليها باين اكبر من بعد ايه اللي هو؟ خلاص كده عليها ان هي اكبر. هنا ان ينفع اقول على حاجه ان الار برضه بتاعها ان سكوير؟ طيب ينفع تعريف الار. ايه تعريف الار برضه؟ تعريف الار برضه ان الجي اكبر من او تساوي الان. يعني ودي موضوع فرض صح؟ انت عارف ان ان سكوير اكبر من ان من اول ان كام؟ 4 ناقص 7 ان من اول ان بواحد اهو. فانت هنا اول ان بواحد اهي ان نود بواحد الرول اتحقق، الكونديشن الشرط بتاع الابر باوند اتحقق، يبقى دي بيتقال عليها الابر باوند دي صح؟ مفهومه؟ بتعريف الابر باوند. وطبعا الكورس السي هنا واحد. نتعلم بقى ايه من الاكزامبلز دي؟ ان انت لو عندك ريليشن عايز تثبت هي صح ولا لا، فانت عايز تجيب اثنين كورس سي ان يحققوا الريليشن. لو لقيتهم كورس بتحقق ان كواليتي يبقى هي ابر باوند صح، لو ما لقيتش يبقى ريليشن غلط. تعالوا نبراكتس على مثال دلوقتي. دي بعض الامثله بحل واحد بس ممكن بقيت في الدور. خلينا ناخد المثال ده 3 اس ام. هل ينفع اقول عليهم ان هي او ابر باوند ليها 2 اس ام ولا لا؟ بحط ديفينيشن، بحط ما ينفعش اقول اه ولا لا كده. بتحط الايه؟ ايه الديفينيشن؟ ايه الديفينيشن؟ بيقول ان there is existence two constants صح؟ c و n نوت such that ايه؟ ان اثنين اس ان لو ضربتها في constant تبقى 4 اوف 7 3 اوف 7 لكل ان بعد 4 اوف 7 ان بس حل الانكواليتي. That's the mean c twice e هنا حل الانيكواليتي. لا مش عايز برج، انا عايز السي في طرف لوحده. بقسم بالظبط، بقسم الطرفين على 2 باور ان. فده ما يتقسم على 2 باور ان يبقى سي، وده ما يتقسم على 2 باور ان يبقى 3 على 2 باور ان. 3 على 2 باور ان.
طيب انت عايز مين؟ السي. بس في مجهول تاني هنا اللي هو الان، يبقى هسقى السيو قيمة الان صح؟ لنت ان تساوي قول ايه بقى؟ خليها مثلا واحد عشان تبقى سهلة بس تتساوي. لنت ان بكام؟ بواحد. فده معناه ان الانيكواليتي تبقى سي اكبر من او تساوي 3 على 2 اللي هي 1.5. يعني اي كونستنت من 1.5 وانت طالع هيحقق الانيكواليتي دي، بس هيحققها عند مين حاليا؟ يبقى عند ان بواحد. أي سي أكبر أو تساوي 1.5 بيساتسفاي الإنيكواليتي دي. بس ده الكلام ده عند مين؟ عند الرقم اللي بتحسبه اللي هو إن بكام؟ إن بواحد. ده اللي هنسميه إن نقط اللي أنت قررت تعوض بيه وتحسب من عنده وجبت على اساسه الكونسبت صح؟ الفكره بقى ان انت لازم تبروف ان 1 ريليشن 1 دي از valid لكل ان بعد ايه؟ بعد ان نوت، يعني كل ان اكبر من انت اثبتها عند واحد، اثبتها عند ايه؟ كل ان اكبر من واحد. تعال بقى شوف الانيكواليتي دي، الانيكواليتي بتقول ان 3 على 2 اس ان زائد اصلا لما تساوي الكونستنس صح؟ انت عارف هنا ان لما ال ان انت طبعا بيهمك الاسيمتوتيك اناليسيس، يعني لما ال ان تكبر، لما ال ان تكبر يعني تنس تو انفينيتي ايه اللي هيحصل للترم ده؟ ده 1.5 اس ان بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد. لما الان تزيد 1.5 اس ان تزيد هتبتدي تساوي كمان ايه؟ انفينيتي. يبقى هل في كونستنت هيبقى اكبر من الرقم ده؟ لا. لكل ان تنس تو انفينيتي؟ لا. صح؟ يبقى اذا ده امبلايز ان مفيش كونستنت يبقى اكبر من 1.5 اس ان لكل ان اكبر من الواحد. طب واحد يقول لي هختار كونستنت بمين؟ سيب هتلاقي ان تعدي منين؟ هغيرها يبقى 10 طريق، هتلاقي ان تعدي تقلب الانيكواليتي. وانت في الاخر ما ينفعش تقعد تغير السي، لان هو السي معناها تعريفه ايه؟ كونستنت. ما ينفعش تقعد تغيره كل شويه. يبقى اذا الريليشن دي مالها؟ نقط كوريكت، نقط كده، نقط كده. يبقى دي غلط، الريليشن دي مش غلط. بتاع الديفينيشن بتاع ايه؟ بتاع مفهوم الشرع؟ طب كده يبقى 3 اس ان مش شرط زي 2 اس ان. اه بالظبط. العكس. لو عكستها اصح. يعني 2 اس ان الاب بيحدها من فوق 3 بس، لكن العكس اللي هو ده بس. هو الحل المساله بتقول لك ايه؟ السؤال كان بيقول لك ايه؟ بروف او ديس بروف كل ريليشن اسم قوي فبتعوض في المعادله في الديفينيشن بتاعها. طيب ناخد مثال سوري ناخد الثلاثه دي اللي هم الاوميجا رو الاوميجا رو فين؟ الاوميجا عكس الثانيه. الاوميجا اللي سميناها اللي هو يعني ايه اللي هو نفس الديفينيشن بالظبط. لو بقول على اف اوف ان ان الاوميجا بتاعتها جي اوف ان يعني بيحدها من تحت اف اوف ان جي اوف ان لو جي اوف ان كانت اصغر منها تساوي اف اوف ان. بس الكلام ده مش شرط تكون الجي اوف ان هي الاصغر، ممكن تكون مضروبه في كونستنت ومش شرط تكون من الاول، لا ممكن تكون من بعد ايه؟
من بعد ال نو نفس التاني بس بالعكس لور لور بدلت الكونستانت يعني انا دلوقتي بتقول هي بتحجني من تحت مش من فوق يعني انت من تحت يعني اصغر بس مش شرط تكون هي الاصغر ممكن تكون هي مربوطه فين في بالانس تكون اصغر من هي فوق ومش شرط تكون اصغر على طول الخط المهم ان بعد ايه لحد ما ممكن تكون هي اصغر او هي مضروبه في بالانس تعريف بقى الثيتا يبقى ده تعريف اللغه وشفت قبل القبر تعريف الثيتا او اللي هو الاجزاء بقول على الاف اوف ان ان الاجزاء بتاعها جي اوف ان لو الجي اوف ان دي ضربتها في كونستنت كبير فبقت اكبر من الاف اوف ان ضربتها في كونستنت فبقت بتحدها من فوق وهي هي الجي لو ضربتها في كونستنت صغير تبقى بتحدها من تحت هي كان في فانكشن اما ضربتها في كونستنت كبير بقت فوقيه دايما واما ضربتها في كونستنت صغير بقت تحتيه دايما يبقى هي كانت فين كانت معدله عندي بالظبط لا هي اوفر استريت ولا هي غلط هي كانت بتعبر عندي بالظبط بدليل ان اما لعبت في الكونستنت واحد خلاها فوق والتاني خلاها مفهوم الفكره يبقى ده تعريف يبقى هنا بتحتاج ثلاثه كونستنت سي 1 سي 2 وطبعا مش شرط تكون برضه من على طول الخط من بعد من بعد من طب مع نفس فكره الابر باوند ما انا كان عندي كونستنت صغير ممكن يظهري تحت وكونستنت كبير ممكن يخليني دايما اعلى لا هي الفكره انت لما لقيتي مش شرط اي حاجه يعني بص الحاجه اللي فاتت دي المساله اللي فاتت هل كان في كونستنت يخليها اعلى كونستنت يخليها اعلى اللي خليناها مش شويه لا لان احنا قلنا ان ال اللي بتزيد بيتم الرقم الحسبه اللي حسبها تنس تو انفينيتي فعمر هلاقي كونستنت اكبر منها فمش شرط تكون حاجه لو لقيت هنا بقى الفكره لو لقيت حاجه اضربها في كونستنت تحدني من فوق واضربها في كونستنت تحدني من تحت ساعتها دي يبقى هي دي المعادله عندي بالظبط اللي هي الاكس من حيث اما الانتنسر تنزل افضل عن الاضر بانك اكشن عن الاسيمتوتيك يعني اما الانتنسر تنزل لكن الطرفين مش شرط يعني انت هنا اما بتعوض ساعات زي مش فاهم مثلا كده يديك معادله ويقول لك هل دي اقدر اقول عليها ان الاكزاكت بتاعها مثلا كذا هنشوف زي مثلا لو على الديفينيشن انت بتثبت الديفينيشن فهنا ده اوردر ده في العيال الاخر من ده اوردر ودي ممكن تبقى فانكشن فيها كونستنت فيها فاكتور ساكن انت عايز بقى تثبت ان هي لو ضربت الفانكشن دي اللي هي اوردر في كونستنت هتبقى دايما اقل او دايما اكبر او بين فبقى كده طيب من الجي اوف ان مش شرط تكون ممكن تكون في هنا وجود الزرار اللي تحتها في وسط الواير فبرضه لو ضربتها في كل الفكره بتاعتها مش شرط تكون الفكره لا ما هي الفكره انت لما ضربتها في كونستر كبير حددها من فوق لما ضربتها في كونستر صغير لقيت تحت على طول فاللي خلاها فوق قوي او تحت قوي هو قيمه الكونستر لكن لو اتحركت عشان تبقى في اه بالظبط
هي لو فضلت اكبر منها طول الوقت وهي هي في كونستانت صغير فضلت اقل منها طول الوقت يبقى هي كانت هي بيست ريبريزنت للفانكشن لان لا عمرها هتعلى وبعدين تقل ولا عمرها قلت وبعدين هتعلى اللي هي كانت فعلا المعادله بتاعتها صح. ف ايه العلاقه ما بين الثلاثه دلوقتي ما بين الثيتا والاو والاوميجا؟ يعني ممتاز. لو هي او والاوميجا بتاعتها هما هما يعني الابر واللور نفس القيمه يبقى هو ده ايه؟ لازم لان بالتعريف هو نص ده من الطرف ده من المعادله طرف ده تعريف ايه؟ الاو. طب والطرف ده؟ ده تعريف ايه؟ الاوميجا. فانت بتقول اصلا لو هي الاو بتاعتها هي هي الاوميجا بتاعتها نفس الفانكشن يبقى ده ايه؟ لازم. ودي رول مهمه جدا. ليه بقى؟ ان انت احيانا ما تعرفش تجيب الاكزاكت مباشره. ساعات ما ينفعش الكود تعرف تجيب الاكزاكت. كود شغال مثلا على حاجه غنيه. يخش في اف او اس على حسب انت ما تعرفش على حسب ايه يخش اف على حسب ايه يخش اس. فانت ساعات ما بتبقاش عارف الاكزاكت بتاعها. فتروح علي جايب الابر وجايب اللور. لو طلعوا هما هما يبقى انت جبت الاكزاكت بطريقه مباشره. مفهوم الفكره؟ ده برضه نفس الموضوع عندنا يقول لك بروف اوف ديس بروف ده احد اشكال الاسئله يعني بروف اوف ديس بروف كل ريليشن يعني هاخد مثلا من خلال فوق الاثنين دول اسيبهم برضه تبقى براكتس عليهم في البيت. انا هاخد المثال ده نص ام سكوير مع ستار ده ايه؟ ينفع اقول عليها اكزاكتلي ام سكوير ولا مش عارف؟ حط ديفينيشن باي ديفينيشن بتقول ان ده اكزيست ثلاثة كونستنتس سي 1 وسي 2 وإن نوت صاش ذات إيه؟ دي اللي هي إف أوف إن تبقى باوندد ما بين كونستنتس مضروب في إن سكوير وكونستنت تاني مضروب في إن سكوير عوض بقى إف أوف إن اللي هي نص ان سكوير ساندويتش باي ان سكوير مضروب في 2 لكل ان اكبر من تساوي ان انت عايز تجيب مين بقى؟ سي 1 وسي 2 وان دول اللي انت عايز تجيبهم عشان تعرف في ولا تعمل ايه؟ لا الاول تنصف المعادله عشان يبقى الكونستنس لوحدها بتطلع بقصد المعادله بالظبط اسم على الام سكوير فتطير الام سكوير دي تبقى سي 2 وتطير الام سكوير اللي هنا تبقى سي 1 ويبقى لك النص ايه؟ نص ناقص 3 على ايه؟ صح؟ نص ناقص 3 على انت عايز تجيب 2 كونستنتس بس عندك مجهول تاني ليه؟ هتختار الايه؟ بالظبط الان انا تختارها بكام؟ من امتى تبقى في بوسيبل فاليد فاليوز للان؟ اول وان ده لما انت لو حطيت واحد هيبقى رقم ده نيجاتيف هيبقى رقم ده نيجاتيف مفيش هنا كونستنس مش نيجاتيف انت بتتكلم هنا على السوشيال ده بيعبر عن الكومبلكسيتي على التايم على الستيبس المهم الارقام كلها وزن مفيش كونستنس هنا نيجاتيف فهنا بالظبط لازم ان تكون من حتى السنتر ما تنفعش. يعني السنتر على الاقل الكونستانت. على الاقل ما تكونش صفر، انت لازم الكونستانت تبقى اكبر من الصفر. بص كونستانت دي لازم تبقى بوزيتيف. فانت اول ان ينفع تجرب بيها سبعه بالظبط. سبعه يعني كنت طالع. فخلينا ناخد مثلا ايه؟ نت ان ب مثلا 12 عشان بس نبسط المعادله دي
لو انت ب 12 يبقى انت بتقول ان في كونستنت 1 اصغر من 5 تساوي نص ناقص 3 على 12 وكونستنت 2 اكبر من 3 على 12 اللي هي ربع نص ناقص ربع ده ربع يبقى اي كونستنت اكبر من الربع C2 اكبر من الربع C1 اكبر من الربع هيحقق الكريتيريا دي بس حاليا عند مين؟ عند N equal 12 اللي هي N نقطة عايز بقى تبنوه إن 1 valid لكل N بعد ال 12 وصل الفكرة؟ فأنت عندك هنا طرفين في الليفت هاند سايد اللي هو الطرف الشمال اللي هو ده الطرف الشمال هنا كويس اللي هو C1 مثلا تقسيم نص ناقص 3 خلاص انت مقسيوم ال الكونستنت ان C1 اصغر من تقسيم ايه؟ الربع اللي هو ده صح؟ عايز بقى تشيك دي اما الـ as n increased tends to infinity يعني ايه اللي هيحصل لثلاثة على ايه؟ ناقص 3 على n لكل n
اكبر من او تساوي 12 اللي هي النقطه. ايه بقى الكونسبت اللي بتختاره هنا يبقى اكبر من ده؟ اي حاجه ما ينفعش الربع، لان الربع بتاع ما بين ربع ونص الربع ده هيوصل نص اصلا. طب ما ينفعش تحط هنا رقم ربع او من اي حاجه من النص يعني بالظبط، اي حاجه اكبر من النص. النص الاولاني بالظبط. اي كونسبت كبير هنا هو هيخلي ده انت عارف ان ده بيتنس الى نص. اس الان تنس انفينيتي. يبقى انت عايز رقم اكبر من النص، حط سي 2 اي رقم اكبر من النص. هيحقق ده. اما الان تنس تو اما الان تنس انفينيتي مش ربع ونص، ده بعد ما وصلنا المعادله. الكونسبت دي بعد ما وصلتها خليتها في طرف. عن من بعد القرن من جدا 12 لحد ما النهايه لو اخترت اي كونسبت سي 1 ربع على وسي 2 اي رقم بعد النص هيفضل هتفضل الفانكشن دي في النص. لا بيحتاج ولا بيحتاج. يعني ممكن يكون في جي اس ولا فانكشن. اه طبعا. دي يمكن بناء على سيت اوف فانكشنز. فممكن يبقى دي. يعني بالظبط هي اكزاكت اكزاكت لا هي اكزاكت اكزاكت لو انت بتعبر عنها بنقطه فقط. اه يا في الاخر لكن ممكن اقول ان هي اكزاكتلي اكزاكتلي هي واحده لكن القمر والدور هي اللي ممكن مفتوحه. يعني كده نيت كونستنت ليهم فترات معينه. ليهم فترات معينه؟ نعم. الخمر يعني الكسل ده او الكسل ده هو الخمر. انت عايز تجيب في الاخر قيمه واحده يعني قيمه للسي 1 وقيمه للسي 2 وقيمه للنوت. اي قيمه. بس انا هنقل الجيم ايه؟ اي رقم اصغر من 5 ربع هيحقق لسي 1 والثاني اي رقم اكبر من 5 ونص هيحقق على رقم. بس انا بتبقى رقم مش مصر. انت في الاخر عايز رقم. لان هو بيقول لك ذيس اكزيست يعني ايه؟ بال واحد تمام. سي 2 ايه؟ لا ما ينفعش اكبر رقم. اه لكن بعد كده مش فاهم. عشان كده اخترتها اكبر من ايه؟ من نص. بس اكبر من نص اهو ان هي عشان كده تضبط. خلاص بقى كفايه السؤال ده. السؤال الجاي هنا برضه عايز يثبت الانيكواليتي دي. يثبت او ينفي يعني. فبرضه انا هعرف هل في ذات اكزيست سي 1 سي 2 ان نوت ارقام بوزيتيف صبش ذات ان الفانكشن اللي هي 5 ان كيوبت زائد 100 ان تكون ساتوريشن باي ان سكوير مضروبه في كويس الفانكشن في كل ان كورونا بتساوي ان ان ها؟ هتبسط المعادله تكسب على ان سكوير فهنا هيبقى لك سي 2 هناك هيبقى لك سي 1 في النص 5 من زائد 100 انا قسمت على جزء بس برضه في طرف في مجهول يعني انت عايز تتكلم عن في تو كونستنتس وفي رقم في النص لازم اعطي فاسيو نت ان اللي هي ان نوت فطيره اي رقم واحد اثنين 100 هي في الاخر القيمه اللي هنا نص بالظبط حطها بواحد حطها باثنين بلاش كل مره عشان نطلع واحد حطها باثنين خلاص ايه اللي ممكن مين؟ عوض هنا هيبقى سي 1 هنا 5 في 2 ب 10 زائد
مية على اثنين 50 يبقى 60 اي كونستنت سي 1 اظن انت هتصير 60 سي 2 عندنا هتصير 60 هيحقق ده عند بالظبط بيساتيسفاي 1 بس عند ان نود ب 2 فقط عايز تبروف 1 لكل ان اكبر من تساوي اكبر من الاثنين انت استفدت عن الاثنين شوف الليفت هاند سايد لو سي 1 اصغر من تساوي 5 ان زائد 100 على ان بعد ما وصلت as again tends to infinity or increased air بيحصل للرقم ده 5 ان زائد 100 على ان بيتنس بكام؟ ده هتنس بصفر 100 على ان هتنس بصفر بس 5 ان بيتنس انفينيتي فالرقم كله هتنس كام؟ انفينيتي تساوي انفينيتي صح؟ يبقى الرقم ده بيزيد ان بتزيد الرقم يزيد يبقى اذا سي 1 اللي انت اخترتها اصغر منها تساوي 60 هتفضل اصغر منها تساوي 5 ان زائد 100 على ان از لكل ان اكبر منها تساوي الاثنين لان الان هتزيد لما دي بتزيد ده بيزيد هيزيد عن 60 وانت بتختار سي 1 اصغر من 60 هيفضل اصغر يبقى الليفت هاند سايد كام؟ لا اوكي الرايت هاند سايد كم سهل زائد مية على إن سي 2 نفس الموضوع قلنا دلوقتي إن تنس إنفينيتي اللي بيحصل لخمسة إن زائد مية على إن التنس إلى إنفينيتي هل في سي 2 يحقق ده؟ أي كونستنت تختاره هنا في إن هتعدي في إن هتعدي يبقى مفيش كونستنت أكبر من الرقم يبقى إذا مفيش كونست سي 2 يكون أكبر من أو تساوي 5 إن زائد 100 على إن لكل إن أكبر من إيه؟ مفيش صح؟ يبقى إيش؟ الطرف اليمين نوت فاليد يبقى هل هي تيتا؟ هي مش تيتا طب هل هي أو؟ احنا ايه اللي اتحقق من المعادله؟ شمال صح؟ يبقى هي مش ام مش او هي ايه؟ اوميجا يا اوميجا مش او ولا يبقى سي 1 اصغر منها تساوي ام سي 2 اكبر منها تساوي نص وان نود اختارناها 12 ده كده هيخلي الريليشن دي فاليد لكن هنا ما هي مفهوم يا شباب؟ طيب نرجع لموضوعنا بقى احنا شفنا المثال اللي فاتت كانت عباره عن ايه؟ بنجرب المعادله الديفينيشن بتاع المعادله الديفينيشن المعادله بتاعت الديفينيشن اسمها وبنثبت او بننفي على اساسها ايه علاقة ده بالاناليسيس؟ احنا بنتكلم موضوعنا على الاناليسيس. علاقته بالاناليسيس اهو حاجة زي كده. اللوب دي لو قلت ان هي بتلف ان لو عملت اسيوم بالظبط ان عدد الاتريشنز ايكوال ان ده حقيقي ده وسكت ده مش وسكت ده من بساطة اصلا هي مش بتمشي كده، هي عمرها ما هتمشي كده. صح؟ فده اسمه ايه؟ لو انت اخترت كده ده الفارس ان الكومبلكس يعني يطلع او اوف ان ده بالنسبه للفور لوب يعني بالنسبه للفور لوب فقط هيطلع الكومبلكس بتاعها او ان كان اوفر اس مش حقيقي. طب عايز تيجي الحقيقي بقى انا عايز اعمل لها ايه؟ امشي بقى على الاتريشن على اللوب اشوف هي بتلف كام مره فعلا. انت دلوقتي عندك الاي بدل كام؟ بواحد والكو
الكونديشن اللي انت تشيك عليه. طبعا هاي سكوير يعني انت تشيك على واحد سكوير. المره الجايه الطيب كام؟ فانت بتشيك على 2 سكوير. المره الثالثه الاي ب 3 فانت بتشيك على 3 سكوير. لحد المره رقم كي هتتشيك على كي سكوير ان هي تكون اقل من ان. يعني اول ما تساوي ان هتكسب يوم صح؟ مين كي؟ سكوير روت اوف ان. كي عدد الاتنين. كي عدد الاتنين. ليه؟ اهي هي كي دي ماشيه ازاي؟ 1 2 3 4. فلو قلت مثلا ب 20 يبقى انت دخلت كام مره؟ 20 مره. يبقى الكي هي المعبره عن هي بالظبط عدد الاتريشنز اللي هي بتزيد بواحد كل ما اخش اللوب مره صح؟ هي عدد الاتريشنز. طيب تعرف ازاي قيمه الكي؟ بتشوف الترمينيشن. انت بتترمينيت عند كام؟ لما الاي سكوير او لما كي سكوير تساوي ان. طول ما هي اصغر من ان انت بتخش اللوب اول ما تساويها وتعديها انت بتكسر اللوب. فلما كي سكوير تساوي ان يعني لما الكي تساوي روت ان صح؟ روت الطرف ان. يبقى لما الكي تساوي روت ان ده عدد الاتريشنز. يبقى اذا الفور لوب دي از ايه؟ سيتا. تيتا بقى دلوقتي مفيش او بقى او دلوقتي غير الموقع بتاع المره اللي فاتت. او دلوقتي معناها اوفر استمت. يبقى اللي انت جبته ده اوفر استمت؟ لا ده ايه؟ ده تيتا. تيتا اوف روت ان. بس ده بتاع مين؟ هو بس اللي لسه ما خلصش الكود كله اللي هنتكلم فيه. مفهومه؟ واصله شويه؟ في اي سؤال؟ Yeah.